استوقفني لقطتين. اتفضل يا كابتن. اللقطه الاولى النادي الاهلي كان كويس قوي. وانه خصوصا الشوط الاول لك اربع فرص هنعرضهم. تمام. عشان ما حدش يقول انتوا بتبالغوا، اربع فرص اللي هم اربع أهداف. فرص اربع اهداف. أهداف. كره الشحات، كره وسام، كره العارضه بتاعت يحيى عطية الله. الله، كره القائم بتاعت وسام ده غير اللي في المباراه، والزمالك له فرصه طوال المباراه. فدي نقطه انك قادر على التفوق بهذا الشكل اداء ونتيجه، وانه الفوز تاخر الى ضربات الترجيح. النقطه الثانيه الحقيقه، وهي اعتراف لاعيبه النادي الاهلي من خلال كلامهم، ان احنا ما كناش مركزين قوي في السوبر الافريقي. لما تبقى مصر كلها او جماهير النادي الاهلي كلها مستنيه وبتنبه وبتحذر وبتقول وخلي بالكم والمباراه والمباراه مهمه، لكنه بيبقى في نوع من انواع قله التركيز في النادي الاهلي. يعني عايزك تربط لي ما بين الاثنين. بص يا كابتن، خليني اقول لك ان البطوله دي برغم ان هي سوبر محلي، لكن بتاتي اهميه اي بطوله دايما من فكره الاثار السلبيه لخسارتها. نعم. هنا بتيجي اهميه البطوله. انت لو كنت خسرت بطوله السوبر المحلي بعد خساره السوبر الافريقي، كنت دخلت جماهير النادي الاهلي في مرحله الشك، وده اخطر شيء على اي فريق. ده صحيح. هتبدا تدخل في منطقه تانية خالص، هتحاول ان انت تعود مره اخرى انك تثبت ان انت قدر الثقه دي، فهتبذل مجهود كبير تحت الضغط. نعم. ضغط كبير، انت طول الوقت تحت ضغط كنادي. صحيح. لكن ده كان هيخليك تحت الضغط بشكل كبير جدا. كان مهم جدا بقى تشوف اثر الخساره اللي حصلت في هويه النادي الاهلي. هل النادي الاهلي اللي بيخسر بيكمل في الخساره، ولا بيقول لا هنا في ستوب؟ عشان كده احنا فزنا بركلات ترجيح، لكن كنا مقتنعين بالوصول لركلات ترجيح